عسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. عبد القادر بدران يغادر الترجي الرياضي التونسي. شهدت مباراة ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي امس الاحد 19 جوان 2022، المشاركة الاخيرة للمدافع الجزائري عبد القادر بدران مع نادي باب السويقة. وتعرض بدران إلى الإقصاء من الحكم هيثم جيرات ما سيجعله يغيب عن مواجهتي النجم الساحلي واتحاد بن قردان في الجولتين 9 و10 من مرحلة التتويج. ويذكر أن عقد بدران مع الترجي الرياضي ينتهي يوم 30 جوان الجاري، حيث لم تتقدم هيئة حمدي مدب بعرض من أجل تمديد عقد مدافعها ليصبح حرا من كل ارتباط بعد نهاية عقده. وعزز بدران صفوف الأحمر والأصفر عام 2019 قادما من وفاق تصنيف الجزائري، حيث توج مع الترجي الرياضي بالبطولة الوطنية والسوبر التونسي في مناسبتين.